خيمة طبية متنقلة تتنقل بين مخيمات النازحين الفلسطينيين التي تفتقر إلى نقاط طبية. أقف هنا في بلدة الزوايدة في إحدى مخيماتها في غرب هذه البلدة. هنا هذا المخيم الذي يفتقر إلى نقطة طبية، حيث يضم هذا المخيم مئات الخيام وآلاف العائلات النازحة. تأتي هذه الخيمة الطبية المتنقلة بتنظيم من إحدى المبادرات الخيرية والشبابية هنا، حيث توجد هذه الخيمة المتنقلة والتي توفر الخدمة الطبية بالإضافة إلى الأدوية والعلاجات المطلوبة. هنا نشاهد هذه الخلية، خلية النحل، التي تعمل على مدار الساعة بصحبة الطاقم الطبي وبصحبة المبادرين هنا. وبالتأكيد هذه الخيمة المتنقلة في كل مرة تتنقل من مخيم إلى آخر في هذه المناطق لتلبية الاحتياجات الطبية للنازحين الفلسطينيين، وكذلك توفير الدواء لهؤلاء النازحين وتوفير الخدمة الطبية. هنا النازحون بالتأكيد يحتاجون لكل نقطة دواء، ويحتاجون لهكذا خدمات مع استمرار منع الدواء ومع استمرار شح الإمكانيات الطبية والخدمات الطبية. السلام عليكم، يعطيك العافية. عليكم السلام، الله يعافيك، حياك الله أستاذنا الفاضل. يعني أنتم أصحاب هذه المبادرة، في البداية عرفني أكثر عن الخيمة الطبية المتنقلة، شو أهدافكم ولماذا بالتحديد مخيمات الغربية هنا في بلدة الزوايدة؟ لا يخفى على أحد مطلع على أوضاع قطاع غزة من الحالة المأساوية التي وصل إليها القطاع الطبي، وكيف أنه للأسف من مأساة إلى مأساة ومن ضعف إلى ضعف، الأمر الذي يجعل المعاناة تزداد والتفاقم يزداد. مخيمات البحر، المخيمات الغربية لا يوجد بها أي نقطة طبية، لا يوجد بها اعتناء. أقرب وحدة صحية أو مستشفى تقريبا عشرات الكيلومترات، ولا يسهل على النازحين في الخيام أنهم يصلوا إليها. الأمر هذا زاد من الأمراض في المخيمات، زاد من الحالة الطبية المتردية في المخيمات، وضيف على ذلك ضعف وشح الحالة الدوائية، النقص الدواء المنتشر في كل القطاع. المتفكر واللي بيهتم وبيتأمل في أحوال أهلنا النازحين لابد أنه يضع إيده على الجروح ويبدأ يشتغل بشكل فعلي. اشتغلنا بشكل فعلي أنه نوفر أو نحط فكرة مبادرة واضحة على الأرض، مشروع العيادة الطبية المتنقلة، نوفر طبيب ودواء. هي الفكرة الأساسية، أنه إحنا بالتعاون مع أكثر من طبيب أنه نبدأ نزور المخيمات هذه بالتتابع، نعمل عيادة طبية متنقلة، الطبيب يجلس، طبيب أطفال، طبيب أمراض مزمنة، طبيب أسرة، طبيب عظام، أكثر من تخصص، ونوفر لهم الدواء. نزور المخيم الأول، نستدعي أهله أنهم يأخذوا حقهم في الرعاية الطبية الكاملة وحقهم في الدواء. يعني في كل مرة تتنقلون من مخيم إلى آخر، يعني اليوم في هذا المخيم، ربما غدا أو بعد غد في مخيم آخر. كيف تختارون هذه المخيمات؟ شو المعايير اللي ممكن أنتوا تروحوا لها؟ المعيار وجود مخيم، لأنه أهلنا النازحين لا يجب أن نفرق بينهم، هم بيعانوا من نفس الظروف، بيعانوا من نفس المأساة، بمروا بالنفس الطبيعة. احنا بنحاول نصل للمخيمات جميعها، كل المخيمات على 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 ساحل البحر بالاضافه الى المخيمات الاخرى، وان شاء الله مستمرين في هذه المبادره حتى انه نصل لجميع المخيمات ونعالج اهلنا النازحين. نعم. طب بما يخص الادويه، حقيقه في ازمه كبيره واضحه هنا في قطاع غزه بما يخص الادويه. هذا الشح الموجود في هذه الأدوية، كيف تتغلبون عليه؟ هذا المعيق، يعني هنا في المخيم يعني مئات الأسر النازحة، ربما آلاف المرضى ممكن يزوروا هاي الخيمة. شو الأدوية المتوفرة؟ كيف وفرتوها؟ كيف تتغلبوا على الصعوبات الموجودة في توفير هذه الأنواع؟ حقيقة ولا يخفى عليك، إحنا استشعارا منا بأهميتنا وجروب الدكتورة رحاب خالد وأصدقائها، بنعمل في هذا المجال من تقريبا من منتصف الحرب، وإحنا بنحاول مطلعين جدا على موضوع الحالة المأساوية للحالة الصحية في المخيمات. بنسعى جاهدا إلى تلبية الدواء من كل مصدر متوفر فيه الدواء، سواء كانت جهات
صناعة دواء، جهات توريد دواء، بنحاول نصل لها وين ما تكون ونوفر أكبر قدر من الكميات اللي بتصل لأهلنا النازحين. ربنا يعطيكم العافية إن شاء الله. يعني كما نشاهد مشاهدينا الكرام، هذه الجموع من النازحين الفلسطينيين في هذا المخيم حيث ينتظرون الدور للدخول إلى لتقديم أو الاستفادة من الخدمة الطبية. يعني هنا إحدى ربما السيدات الفلسطينية أو النازحات، يعني سيدة كبيرة في السن ربما تنتظر. طيب السلام عليكم خالتي، يعطيك العافية. كيف حالك؟ نتعرف عليك يا خالتي. أهلا وسهلا. عارفين بحضرتك. الاسم ولا إيش؟ اسمك، شو اسمك يا خالتي؟ اسمي شريفة. من أي منطقة نازحة؟ من الشاطئ. من الشاطئ. طيب قديش العمر؟ ربنا يعطيك الصحة. العمر 75. ربنا يعطيك الصحة إن شاء الله والعافية، وترجع على بيتك سالمة غانمة إن شاء الله. طب حجة، يعني أنت داخل هذا المخيم بتفتقدوا للعلاج والخدمات الطبية، شو جاي اليوم هنا تعملي؟ والله جاي أنا مش قادر، عيانة بدوخ وهزل في معايا وهيك ايش بدنا نعمل؟ يعني جاي هنا تتحكمي في هاي الخيمة؟ اتحكم اتعالج. قالوا في دكاترة بدهم يعالجوا، قلت بدي اروح اتعالج. طب بالمجمل الدواء اللي انت بتحتاجيه بتلاقيه في البلد ولا؟ والله في السويد رحنا اعطونا منه شويه وقالوا الباقي مش موجود، ولا برهم موجود، ولا دواء ضغط موجود، ولا دواء حساسية موجود. يعني أعطونا من اللي بناخذه كل نوعين في السويد وخلص. طب وحالتك الصحية أكيد زادت سوء، يعني ما سوء 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 قد ما تتصور. حياة هذه حياة يا خال، تموتنا غرقنا في البحر لما مطرت الدنيا، غرقنا عمنا في الفراش، فراشنا وإحنا عمنا وقمنا زي المبزوزين في الليل، والعيا بده يجي من وين؟ ما هو من الفكر والمرض والهم اللي شفناه. ايوه هذا حرب، هذا بلا، هذا مش حرب، هذا بلا. يعني انت يا حج الان انت معك امراض مزمنه، سكر، ضغط؟ معي، وعند القلب، عضله القلب ضعيفه كمان. ربنا يسلمك يا خالتي، ربنا يسلمك ان شاء الله. يسلم الجميع يا رب. الله يعطيك الصحه. الله يرضى عليك. يعني هو هو هذا الحال داخل هذه المخيمات، مخيمات النازحين الفلسطينيين. لا دواء، لا خدمة طبية، لا رعاية صحية، والأمر هنا يزداد صعوبة مع نقص حاد في الدواء، شح في الأصناف الدوائية، ومنع الاحتلال الإسرائيلي من دخول المعدات وما شابه. كما نشاهد هنا يعني كبار السن، نشاهد الأطفال، نشاهد النساء، ونشاهد الرجال كذلك يتقدمون هنا إلى هذه النقطة الطبية أو العيادة الطبية، حيث يحاولون الاستفادة من هذه الخدمات الطبية. هنا نحاول أن نجري مقابلة مع الطاقم الطبي. يعني دكتور السلام عليكم، يعطيك العافية. السلام ورحمة الله، حياك الله. والحج ربنا يعينكم إن شاء الله. يعني أعداد كبيرة من النازحين بينتظروا على الدور، أنتم اليوم في عيادة متنقلة إنجاز التعبير، بحسب خبرتكم ويعني تنقلكم ما بين المخيمات، شو أكثر الموجود من أمراض ما بين النازحين والمنتشر في هذه الفترة؟ والله في الفترة الحالية بنركز اللي هو على الأمراض المزمنة، خصوصا أنه في شح في الأدوية للأمراض المزمنة وعدد كبير، خصوصا في المخيمات حاليا تفتقر إلى العيادات الطبية والنقاط الطبية، لا يوجد دواء أطباء. فقررنا في موضوع اللي هو الخيمة الطبية أن نستهدف هذه الفئة بشكل أساسي، الأمراض المزمنة، الضغط، مرض السكر بنوعيه الأول والثاني، أمراض الربو، النقرس وإلى آخره. هذه كل الأمراض حاليا تقريبا بنقدر نحكي لا يوجد لها دواء في العيادات الطبية والمستشفيات وإلى آخره. فصراحة على الرغم من شح الأدوية وقلة الموارد، استطعنا توفير الكمية اللازمة أن نغطي إن شاء الله إخواننا النازحين، ربنا يكون في عونهم في هذه الفئة. الثانية اللي صراحة حبينا نستهدف أيضا الأطفال، حاليا الأمراض منتشرة بين الأطفال ما بين النزلة المعوية، النزلات البرد، الإنفلونزا، هذه بشكل أساسي برضو غير الأدوية للأطفال غير موجودة.
فان شاء الله برضو هذه الأدوية تكون تسد حاجة الإخوان النازحين الأطفال، وان شاء الله نتمنى لهم كل الشفاء. ربنا يعينكم يا دكتور، ربنا يعينكم ان شاء الله. يعني هي حقيقة الجهود المبذولة هنا كبيرة، لكن المعدات والإمكانيات هنا قليلة بسبب هذا الحصار الإسرائيلي وبسبب الحرب المستمرة على قطاع غزة. عيادات طبية متنقلة بين خيام النازحين هي مبادرات خيرية استحدثت بسبب الحصار المفروض وشح الأدوية في قطاع غزة وصعوبة الحصول على أنواع الدواء المختلفة من قبل النازحين وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض التي انتشرت مؤخرا داخل خيام النازحين الفلسطينيين. من داخل إحدى مخيمات النزوح الفلسطينية من بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، طلال العروقي.